أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه والتابعين لهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عام من السادس عشر من ديسمبر من مارس 2011 حتى هذا اليوم المماثل له من 2012. عام تبين فيه للعالم أجمع وجه النظام الدكتاتوري المتخلف المتحكم في بلادنا منتهي الصلاحية. تبين فيه وجه النظام القمعي المنتهك لحقوق الإنسان الأساسية. عام تبين فيه بشكل مكشوف ثبت في تقرير اكتسب سمعة عالمية ودولية إنه نظام هدم المساجد وحرق القرآن وقتل الأطفال واعتقال النساء وتعذيب الناس حتى الموت، وإنه نظام الكذب بامتياز. في مقابل ذلك عام تبينت فيه أصالة شعب يطالب بالحرية والديمقراطية يسعى نحو العدالة والمساواة ونحو التحديث والتطوير. عام نال بعض رموز هذا الشعب وأبنائه جوائز عالمية تقديراً واعترافاً واحتراماً من العالم لهذا الشعب، فكان من بين من نال ذلك الأستاذ نبيل رجب والشاعرة آيات القرمزي والأستاذ المناضل عبد الهادي الخواجة والدكتور العزيز منصور الجمري والنائب السابق مطر مطر والأستاذ المهاجر لميس ضيف، وقبل يومين الاتحاد العام لعمال البحرين. هذه هي صورة الشعب. في مقابل ذلك لم تتوقف البيانات والإدانات التي صدرت ضد هذا النظام من مختلف المواقع العالمية، ابتداء من منظمات حقوق الإنسان مرورا بالدول وانتهاء بقرار الاتحاد الأوروبي بالأمس في إدانات لهذا النظام، حتى أصبح رؤوس هذا النظام يخشون الخروج إلى العالم خوفا مما سيلاقون من إدانة واستهجان وتذمر من العالم. فهذه صورة الشعب بعد عام، وهذه صورة النظام والرموز النظام بعد عام. عام كسبت فيه الدولة الخزي والعار، وما سجل في تقرير بسيوني كافي لتحقيق هذا العنوان بلا مزايدة وبلا تضخيم. ما سجله تقرير بسيوني هو العار، هو الخزي لهذا النظام. في الوقت الذي كسب فيه الشعب رغم الجراح العزة والكرامة والاحترام الدولي، وقطع شوطاً مهماً في طريق استرداد حقوقه المشروعة وكونه مصدراً للسلطات. عام وهذا الشعب اليوم أقوى من 16 مارس 2011. لا إله إلا الله،
أكثر قوة وأشد إصرار على مطالبه العادلة بإحداث تغيير جذري شامل لإصلاح هذا النظام السياسي. التاسع من مارس الأسبوع الماضي الجمعة، مجموعة من الرسائل وردت لعلها في خطاب سماحة الوالد هذا اليوم، ولعلي أعيد التكرار لبعضها هنا. الحاجة إلى الإصلاح السياسي الجذري والشامل، وعدم أو فشل الخيارات الأمنية من أجل إركاع هذا الشعب وتوقفه على نيل حقوقه. لقد أصبحت المعادلة واضحة. نعم، كان هناك اهتزازاً لحظي في صباح السادس عشر من مارس أثر ذلك الهجوم الوحشي والبربري، كان هناك اهتزازاً لحظياً، ولكن صدقوني لم يأتي الليل حتى استرد هذا الشعب نفسيته وقدرته وأعاد الكرة في اليوم الثاني. ورغم قتامة الموقف، إلا أن مع أول تكبير سقط خيار الأمن، وسقطت معه السلامة الوطنية، وسقط من جاء بفكرة السلامة الوطنية. التاسع من مارس يؤكد على فشل الحلول الأمنية والخيارات الأمنية، ويرسل رسالة واضحة لا تراجع فيها ولا لبس، أن لا أمل في إخضاع هذا الشعب، وأن لا طريق إلا الاستجابة إلى مطالبه العادلة. رسالة أخرى في التاسع من مارس، رسالة تلاحم بين قائد نزيه شريف متواضع زاهد محب لوطنه، وبين شعب كريم. التاسع من مارس يقول لنا أيها الأحبة، إن الخلافات الصغيرة يجب أن تركن جانباً، ويجب أن نضع يدنا في يد بعض حتى نسقط هذه الدكتاتورية، ونحن قادرون على ذلك. التاسع من مارس، وبدعوة من آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله، استطاع شعب البحرين أن يرسل أقوى رسالة سياسية ممكنة وبطريقة في غاية التحضر والسلمية، فكانت هذه الرسالة في التاسع من مارس تقدم لنا نموذج قدمناه سابقاً في 14 مارس، قدمناه في تجمعنا في دوار اللؤلؤة، وقدمناه في فترات مختلفة من السنة الماضية، ولكن أعاد سماحة الشيخ تكرار هذا الأسلوب وتكرار هذه الرسالة بصورة واضحة وقوية في التاسع من مارس، باستطاعة هذا الشعب وبالتمسك بالأساليب السلمية أن يوصل رسائله إلى الداخل وإلى الإقليم وإلى المجتمع الدولي. لذا أقول أيها الأحبة، أفراد وجماعات، علينا أن نفكر ونبتكر أساليباً سلمية جديدة، بالإضافة إلى أساليبنا السلمية التي اعتدنا عليها، من أجل أن نوصل رسائلنا إلى الداخل والخارج. فالرسالة التي وصلت بسلميتها في 9 مارس هي أقوى من كل الأساليب غير السلمية. ودعوني أتدلل عليكم وأقول وأطلب منكم أن تلجأوا وتكثروا من الأساليب السلمية، وأن تتخلوا عن غيرها، لأنها الرسالة القادرة على إركاع الدكتاتورية وعلى إسقاط الدكتاتورية وعلى الوصول إلى مطالبنا.
لا تستهينوا بالسلمية، فهي أقوى من كل وسيلة عنف يمكن أن نتخيلها. بسلميتنا هزمنا هذا النظام، وبسلميتنا سننتزع حقوقنا. في 9 مارس كان هناك استفتاء شعبيا، وكانت نتيجته واضحة: لا بد من رحيل هذه الحكومة وإسقاط هذه الدكتاتورية والاستجابة لمطالب الشعب، وفي مقدمتها أن يكون هو مصدر للسلطات، ينتخب رئيس الوزراء بشكل مباشر أو عبر برلمانه، وإن رئيس الوزراء بمنتهية صلاحيته قد سقط من قلب هذا الشعب ومن عقل هذا الشعب ومن مستقبل هذا الوطن. في 9 مارس قال هذا الشعب: لن يرضى بعد اليوم برئيس وزراء معين. انتهى هذا الملف. يتنحى خليفة ولا يأتي خليفة بعده. في 9 مارس قال الطوفان البشري: إنه على أتم الاستعداد إلى أن يتواجد من أجل هذا الوطن في أي وقت وفي أي مكان لتأدية أي مهمة وطنية تدعو لها هذه القيادة الربانية. فافهموا الرسالة. في 9 مارس شعب كريم يستحق 1000 تحية و1000 شكر. شكرا لحضور 9 مارس من شعب البحرين الكريم. أربعة عشر دخول قوات درع الجزيرة إلى مملكة البحرين، وقد تبين إن المبررات التي دفع بها لدخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين كانت مبررات خاطئة على أبسط تقدير وتوصيف ومفربكة. فقد وضع تقرير السيد بسيوني نقطة على نهاية السطر: لم يكن هناك أي تدخل إيراني في أحداث البحرين، وهي الحجة الرئيسية التي دخل على أساسها درع الجزيرة إلى البحرين. دخول قوات درع الجزيرة ساهم في تعقيد الوضع المحلي، وساهم في أقلمة هذه الأزمة وفي تدويلها، وأضر بالوطن أيما إضرار، وهو الأمر الذي فقهته مبكراً دولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عمان، فرفضت أن تأتي بقوات برية إلى البحرين لأنها على يقين، وكما عبر رئيس مجلس الأمة المنتخب حديثاً: لو كان الأمر يتعلق بعدوان خارجي على البحرين لأرسلنا قوات إلى البحرين، ولكن الأمر شأناً داخلي واتفاقية مجلس التعاون لا تغطي ذلك، فرفضت هذه الدول مشكورة أن تأتي بقوات لقمع شعب البحرين. وأدركت الإمارات العربية المتحدة ذلك، فكانت هي والدول الأخرى قطر وعمان ودولة الكويت تحاول أن تقود مبادرة تلو مبادرة من أجل إيجاد حل وطني بحريني تساهم فيه بالرأي السياسي وبالمال، ولكن الآذان التي لا تسمع شعبها أيضاً لم تعد تسمع الناصحين لها والمحبين لها،
من دول الخليج، ولم تعد تسمع إلا همسات الشياطين التي تدعو إلى البطش بهذا الشعب والتنكيل بهذا الوطن. بعد عام من دخول قوات ذرع الجزيرة إلى أرض الوطن وتبين الحقيقة التي لا لبس فيها أن لا تدخل عسكرياً إيرانياً، فإن بقاء هذه القوات لا معنى له، وهو يستمر في الإضرار بالبحرين وبإمكانية إيجاد حل بحريني. ولذا ندعو هذه القوات إلى مغادرة البحرين. وأن تكون المملكة العربية السعودية جزءاً من الحل لا جزءاً من المشكلة. علاقتنا بمجلس التعاون البحرين شعباً عربياً دولة عربية مسلمة تتبنى الانتماء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونريد أن نستمر في هذا المجلس ونطور هذا المجلس بالتوافق مع دول مجلس التعاون الذي تشكل المملكة العربية السعودية العمود الفقري فيه. الاتحاد، نحن في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، سأضع هذا الموضوع في حدود جمعية الوفاق، نحن في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مع فكرة تطوير مجلس التعاون إلى أن يصل إلى أي نوع من التطوير، ولكن بشرطين أساسيين. الأول، أن يكون ذلك قراراً جماعياً متفق عليه في كل مجلس التعاون. ثانياً، أن يكون ذلك بعد استفتاء كل شعب على هذا القرار، فأي خطوة استراتيجية من قبيل الاتحاد أياً كان شكله في فهمنا لا يملكها أي حاكم، وسأتكلم عن حكومة البحرين، لا يملك النظام في البحرين أن يتخذ أي قرار بالاتحاد مع المملكة العربية السعودية أو مع غيرها بغير تفويض واضح ومباشر من شعب البحرين، وإلا فإننا لن نعترف بهذا الاتحاد مهما كلف الأمر. وهو قرار إذا اتخذ بهذا الشكل الفرادي في وجهة نظرنا باطل غير معترف به، ومن حق الشعب أن يقاومه. فكرة إلحاق البحرين بالمملكة العربية السعودية مع ما نكنه من احترام للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، فكرة إلحاق البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في اتحاد ثنائي بدون الرجوع إلى شعب البحرين، وتحويل البحرين من مملكة إلى إمارة، وتحويل ملكها من ملك إلى أمير، فإن ذلك يضع البحرين في مهب الريح ويضع المنطقة في دائرة الزلزال. ولا يوافق على ذلك وطني شريف مخلص لمصلحة البحرين ومصلحة السعودية ومصلحة استقرار هذه المنطقة، أفق المستقبل، مستقبل البحرين بكل أهلها وبكل طوائفها وقبائلها على قاعدة المواطنة المتساوية، لا ظلم ولا إجحاف ولا انتقاص، لا قلق ولا خوف
لأي مكون من مكونات هذا الوطن، فلا يجوز أن يعيش الأغلبية في خوف، وبنفس الدرجة لا يجوز أن يعيش الأقلية في خوف، أياً كانت قسمة الأقلية والأغلبية، بأي عنوان ذهبنا إلى القسمة، لا يجوز أن تعيش المعارضة في خوف، ولا يجوز أن يعيش في مستقبل البحرين أحد في خوف أبداً، أياً كان موقعه، أياً كان مذهبه، أياً كانت قبيلته. بحرين المستقبل، بحرين يشعر فيها الجميع بالطمأنينة وبالأمان، وإنه ينتمي إلى دولة تعمل على حمايته، تعمل على توفير كل ما يمكن له، وتعمل على بناء مستقبل أبنائه. هذه هي البحرين التي نتطلع إلى بنائها ونعمل على بنائها. يسبق ذلك جبر للضرر في مشروع مصالحة وطنية وعدالة انتقالية يعوض فيها جميع المتضررين في حقبة أمن الدولة بأكملها، وفي عامل العار الذي بدأ في 16 مارس من 2011 يعوض فيه الجميع من المتضررين عما لحقهم من ضرر مادي أو معنوي، نفسي أو جسدي، مالي أو بدني، وظيفي أو خدمي أو غيره، فهي بحاجة إلى مصالحة وطنية عميقة تقوم على إزالة كل هذا الإرث الذي ورثناها من قانون أمن الدولة ومن عقلية أمن الدولة التي لا زالت متحكمة في شأن الوطن. وأمر ملح هذا اليوم من أجل الوصول إلى ذلك المستقبل، الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الرموز السياسية، وأخص بالذكر الأستاذ عبد الهادي الإخواجة الذي يكمل اليوم 36 يوماً في الإضراب، وعودة المفصولين جميعاً إلى مواقع عملهم السابقة بدون شرط، وتعويضهم جميعاً عن فترات التوقيف وما استقطع من رواتب جميع الموظفين بدون حق. لا أقول هذا وعد مني، ولكن عندما حدثت الاستقالة كنت قلت مباشرة بعدها لقد وضعوا أمراً آخر سيعودون من أجل أن يستجيبوا له، وهي عودة المفصولين إلى أعمالهم. الآن أيضاً نقول مع عودة غالبية المفصولين، عودة المفصولين وعودة كل دينار اقتطع من هذا الشعب ومن هذا المواطن واعتبروه ادخار قامت به الحكومة، سنعمل على استرجاعه لكم. هناك دعوة إلى التعويض المادي، ونحن في جمعية الوفاق أيضاً سأطرحه باسم جمعية الوفاق تدارسنا في الموضوع. الرأي الذي رجح عندنا أن نحث المواطنين على التسجيل من أجل استرداد الأضرار التي لحقت بهم، مع عدم التنازل عن حقهم في التقاضي ضد الأشخاص الذين قاموا بالانتهاكات لهم. فمن سرق من البيت يرجع ما سرق وينال عقابه، من عذب يعاقب على تعذيبه ويسترد الضحية حقه فيما لحق به من ضرر. بهذه الطريقة نريد أن نسجل آلاف الشكاوي حتى نبين للعالم، كما فعلنا في تقرير بسيوني، وسجلنا في جمعية الوفاق 1800 حالة تعذيب، كتب منها بسيوني 60 حالة سودت وجه النظام. نريد أن نسجل 200 فلس، مو في بخلوا، في ناس ما عندهم ذوق سرقوا 200 فلس مالت طفل ياخذها الصبح يروح المدرسة. أريد أن أسجل هذه 200 فلس التي سرقها هذا المرتزق من أجل أن أبين للعالم ماذا كان يفعل هذا النظام. لا لا أيها الأحبة،
مستقبل البحرين، مستقبل البحرين هو للتسامح لا التشدد، هو للمحبة لا الكره، هو للانفتاح لا الانغلاق، هو للحداثة المعتمدة على الأصول الإسلامية لا الرجعية الفكرية والسياسية. مستقبل البحرين بالسلم الأهلي والتعايش بين مكوناتها، لا بالمغالبة ولا بزرع الفتنة ولا بمحاولة خلق الاحتراب. نحن على أتم الاستعداد للعمل مع جميع المخلصين من أبناء هذا الوطن من أجل رؤية البحرين تضم جميع أبنائها على أساس من المواطنة المتساوية والحقوق المكفولة لجميع أبناء البحرين. معكم أيها الأحبة، وبفضل من الله وبمنة من الله سنبلغ ذلك اليوم إن شاء الله، وفي ذلك بإذن الله أيضا وفاء لدماء الشهداء والجرحى وكل المتضررين. فإلى غد أجمل من أجل البحرين صنعتموه في هذه السنة، وسنستمر على الدرب حتى يكتمل ويزهر من أجل أن يعيش أبنائنا في وطن لا يرجف فيه الأمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.